ثروة المستشار أيمن حجاج 25 شقة في مدينتي و25 شقة في الرحاب و10 شقق في أماكن متفرقة بالقاهرة و5 فيلل بأماكن متفرقة و9 سيارات مرسيدس و20 شاليه بالساحل الشمالي، يعني حاجات بسيطة كده، زائد شركتين سياحة وتقسيم أراضي. وتم رصد سحب وإيداع أكتر من 40 مليون جنيه خلال آخر 20 يوم، وتم وضع الأموال باسم بناته. وطبعا مجلس الدولة أعلن بعدم معرفته بأي نشاط تجاري للمستشار.